قراري رئيسة جمعية رائدة حصين. اليوم احنا نساء القبيلة مجموعين، قدمنا فروض الطاعة والولاء لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيده، ليس قولا وإنما فعلا. اليوم احنا بايعنا جلالة الملك في الصورة أمام الصورة دياله. اليوم كيف ما حاضر جلالة الملك في قلوبنا، اليوم حسينا أنه حاضر معنا. اليوم احنا بغينا نوصلوا صوتنا لسيدنا. سيدي أعزكم الله، القبيلة ديال حصين كتعاني. سيدي أعزكم الله، نحن نتعرض للنصب والاحتيال. سيدي أعزكم الله، القبيلة ديال حصين أكثر من 20,000 نسمة يتعرضون للنصب والاحتيال باسم القانون. سيدي أعزكم الله، القبيلة ديال حصين يطبقون عليها نزع الملكية ووحدة أخرين ما كيطبقوش عليهم. سيدي أعزكم الله، ثقتنا من بعد الله، ثقتنا وأمنا في جلالة الملك اللي غيوقف معنا، حيت حنا عينا ما نهضروا، عينا ما نوقفوا، حيت اليوم في هذا المغرب الا قلتي الحق كتسمى حمق، ولا احتجيتي يدوك الحبس تاكل العدس. حنا عينا ما نهضروا. اليوم غير في الوقفه الناس راه كانوا غادي يجوا اكثر من 1000 ديال النساء، ما خلاوهمش، حبسوهم. حنا ما عندناش مشكل مع السلطات، ما بغيناش نبقاو نحتكوا معاهم. حنا عارفين السلطات عبد مأمور، حنا ما بغيناش نبقاو نحتكوا مع القيد والعامل والباشا والبوليس، هذوك ولادنا وهذاك الامن. حنا اليوم حنا كندعيو المسؤولين، كندعيو الوكاله، وكندعيو اللي فرش الوكاله من دازت. الوكاله لقات الطريق مفرشه بالورد، الوكاله ما لقات حتى شي واحد، حتى مسؤول ما حبسها. ما عمري ما سمعت سميت حصين والقبيله ديال حصين كتعاني في شي مجلس، ما عمرنا شي واحد دافع علينا، ما عمر شي مسؤول. بالعكس، هما استغلوا الوضعيه وباش يبيعوا الارض ديالهم. مثلا السيد اللي كيسير شأن المحلي حاليا عندنا، الارض ديالو ملاصقه مع الارض ديالنا، يعني حتى هي مطبق عليها نزع الملكيه. لا، الارض ديالو تباعت بالثمن، الارض ديالو خرج فيها بروجي، الارض ديالو فيها الاير بلي 5. الناس العقار عارفين هادشي بشحال كيسوى، اكثر من 5000 درهم. احنا يجي تهضر معاه يقول لك عندك تشجير والارض ديالو ملاصقه مع الارض ديالنا، علاش هاد الظلم؟ وهادشي كله ما يمكنش يكون صدفه. الثمن اللي تباعت به القبيله ديال حصين هو هذا، راه باين، ما بقى ما يتخبى. احنا ما بقينا ما كنخافوا من حد، من غير الله، من غير الله ما كنخافوا من حد. والارض ديالنا ما غاديوهاش لينا بهذا الثمن الا لا بغيتو تريبوها فوق راسنا. هادشي اللي كنقول لكم. سيدي حميده جاتهم الورقه فيها 200 درهم للمترو، وجاهم الافراغ، جاتهم الاستدعاء اليوم غدا المحكمه بالزربه، دوزوا في الجلسه الاولى الحيازه، حيزوها ب 200 درهم. قبل منهم كانوا واحد 20 ديال الساكنه، حتى هما داروا لهم الحيازه، داوها لهم 200 درهم للمترو. حد الان هذيك 200 درهم اللي ما بغيناش مازال ما تعطات لهم هذوك الناس. حنا وخرجوهم من دارهم وريبوها لهم. حنا اليوم حنا غير فلاحه، ما عندنا فين نمشيو. اليوم حنا لو خيرونا نبقاو غير جيران الملك، حنا ما نلقاوش بحال الجوره ديال الملك، نبقاو غير جيرانو لو خيرونا. ولكن حنا ماشي ضد التنميه، بالنسبه لهم هما التنميه هو بناء الاوطيلات وهذا، حنا ماشي ضدهم. يعطيونا غير الثمن ديال الارض ومرحبا بهم. نرحب بواحد التصريح صحفي انه باعوا 36,000 المترو، مقارنه مع ناس العقار. ولا سولتي ان الارض الاس 3 يعني كتكون عامره ما فيها الجرادي وهذه، وفيها الاير بلي 5 حوانت لتحت وخمسه ديال ليزيطاج، تتسولي ناس المستعمرين، كتسول الناس هادو ديال الاستثمار، كيقول لك هذيك الارض ساويه 5000 حتى 7000 درهم. وهو صرح ب 36,000 ريال خوفا من ولا المراجعه الضريبيه ولا الله اعلم. حنا ماشي شغلنا يبيع حتى 100 درهم، حنا ماشي شغلنا. حنا المهم الارض ديالنا نبيعوها للمستثمرين. هاد الوكاله فاشله، كيقول لهم بحالي بحالكم، حتى انا عندي شي ارض ديال جده ونزيدكم وحده. بعدا حنايا اليوم انا كنا كندافعوا على ارض جدودي. حنا انا بعدا انا معروفه بنت المستاج، جدي راه مستاج وكان فيه 2 مترو، معروف بالكلمه ديالو. حنا معروفين هنا، كان نضالي. اما هو كيجي يخرج يقول لك ارض، ما هو ارضه وارثة على نصارى، نصارى خرجوا وخلوها ليهم. حنا اللي ندافعوا على ارضنا اللي جدودنا دافعوا عليها. شوفوا حنا ما كنطالبوش بشي حاجه ما كايناش، حنا كنطالبوا بيعوضونا مزيان. حنا ماشي ضد المشروع. واش كاينه شي بلاد ب 4000 ويعطوني انا نخلصهم ب 10000؟ حنا راه حدا الاكاديميه، راه مجاورين سيدنا، راه حرام الظلم، راه حرام الظلم، راه ظلمونا. وفي الاخر كيجيبوا لينا القوات، واش حنا كنشفروا؟ ولا لقاو عندنا الحشيش؟ راه قال لك جوج حوايج، الناس كتموت على بلادها وعلى ولادها. انا بعدا كنقول كنحكم على راسي، راه انا وراجلي راه نموتوا في ديك الدار، لانه كان تا هو في المخزن وحياته كلها خسرها في ديك الدار. راه ما غاديش يخرج،
انا بالنيابه عليه راه ما غاديش يخرج من دارو، لانها ديال جدودو من جد لجد، راه وارثها من جد لجد. عباد الله راه هادشي الظلم، راه الظلم، راه الظلم. وباش يجي واحد قد ولادي يقول يلا ينعل دين امك، يحترم الكسوه، ولكن خساره ما عنديش تليفون وما غادي نسجلو ونوريه ديال امي اش كتسوى. بغيتو يلحق عليها ان شاء الله. انا راه 30 عام وانا هنا في هاد البلاد، ما طالبنا يعوضونا مزيان ولا يخليونا. راه الناس عايشه بقزيبر بنعناع، هاي السواني كيدي قفيفه ولا يدي برويطه كيجيب منها القوت ديالو وقوت ديال ولادو. واش يمشي يشفر؟ واش يخرج ولادو؟ ها انت شوف اش غيخرجوا، راه غيخرجوا شماكريه، راه غيخرجوا يقطعوا. واش كتخربوا على هاد البلاد؟ واش حنا تعاونونا ونعاونوكم ولا تخربوا علينا؟ عباد الله، واش ملي جا الزنزال واش حنا ما تعاوناش معاكم؟ واش نتعاونوا ولا راه بان ليا الخراب ملي ملي هادشي اللي ولا غيخرجونا من بلادنا؟ راه الخراب، راه غيتخربوا علينا وكيقولوا لنا خرجوا. صافي خرجوا، فسدوا هاد البلاد. فين غيمشيو ولادنا؟ فين غيمشيو ولادنا؟ انا ولادي خدامين، كنقول لهم خدموا جيو دير دويرات في بلاد باكم. فين خلاو لهم غيديروا؟ واش الموظف يدير بلاد يدير دار؟ دابا موظف يالله يعيش. عباد الله راه الظلم، راه الظلم، راه الظلم. شكون اللي عندنا حنايا؟ حنا راه جيران لأكاديمية محمد السادس، سيدي حميدة، دوار الرياح. وهاد الناس راه اليوم تيتبعوا علينا السيد عاد، قال لك تسينيو، ما ديري وقفة تهضري على حقك، ما ديري حتى حاجة. وحسبوا لك الأرض ب 4000، واش هادي أرض 4000 ريال؟ فين عايش يحونا؟ فين عنمشيو؟ هاد الأرض تناكلوا منها، دايرين منها الدجاج، دايرين البقر، دايرين الحليب. هاد الناس تنعيشوا حنا من بهايمنا ومن بلادنا. وهاد الناس اليوم راه عايشين حصين كامله، ماشي على دوار، راه قبيله. واش كاينه شي قبيله تتخرج قبيلتها ولا قبيله حصين؟ ما عندناش اللي تيهضر علينا، يخليونا منا المخزن. كل امي جا ملي جابوا لي السيد، امي مسكينه تتقيس صباع عندها 80 عام. قالوا لي تسيني؟ قالت لهم علاش نسيني انا؟ انا ها؟ المطالب ديالنا تنراسلوا هاد الرساله لسيدنا، بغينا نبقاو حرين في بلادنا. نبقاو حرين في البلاد ديال جدودنا، وإلا بغاها سيدنا على راسنا وعينينا، ويعطينا الناس اللي تيتيق فيهم بحالو، الناس اللي تيتيق فيهم بحالو، ويجيو عندنا، ويتحاوروا معانا، ويعطيونا الثمن، باش كاينة الأرض، ومرحبا به. حنا ما ضد سيدنا، سيدنا حنا ما ضدوش، من غير سيدنا يخرجوا لينا من البلاد، حصين يبعدوا منا، راه نموتوا على بلادنا. الناس علاش تموت؟ على مالكها وعلى بلادها. والله تنموت، هي اللي جاو هادو داو الارض ونسكتو، غدا تجي شي حاجه تبغي تدخل لينا للقصر ونسكتو، والله ما نسكتو، ما عمرناش الله، تنشوفوش كاع الرؤساء، تنشوفو على نهار الانتخابات. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.